عبير، مرحبا. ايه شنو؟ طبعا وصلنا معكم لفقره من الحياه. اليوم راح نتكلم عن الكاريكاتير، وهو احد الفنون المحببه والقريبه لقلوب الناس وعقولهم، مو بس لانه يضحكهم ويرفه عنهم، لا، لكن لجرأته في التعبير لما يصوب من الاخطاء ببعض خطوط بسيطه، ويقدر انه يكون في لمسات ساحره على نوع من السخريه، فممكن من خلال رسم ما يمكن قوله وممارسته من ناحيه النقد وببلاغه عاليه. عبير، الكاريكاتير لغة عالمية يمكن نفهمها ونستمتع فيها متى ما كانت معبرة، ولها عدة أنواع. هناك الكاريكاتير السياسي والاجتماعي والشخصيات والتلفزيوني والقصص الكاريكاتيرية، واللي يميزه أنه يجمع بين الفكاهة وبين القضايا السياسية والاجتماعية في وقت واحد. فعلا، وضيفنا وضيفكم اليوم راح نتكلم معاه عن الكاريكاتير، فن الحياة ما بين الجد والهزل ودوره في عكس الواقع وتأثيره على قضايا المجتمع. خلونا نشوف التقرير ومن بعدها نرجع لكم. بعد ما شفنا التقرير معنا ومعاكم في فقرة من الحياة، الأستاذ محمد ثلاب رئيس جمعية الكاريكاتير الكويتية، مساك الله بالخير أستاذ محمد. مساكم الله بالخير، يا هلا، حياكم الله. يا هلا فيك أستاذ محمد، مساك الله بالخير، معنا نورتنا. مساكم الله بالخير يا هلا. بداية، توجه الرسام لفن الكاريكاتير هل هو حبا للرسم أم للنقد؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً الكاريكاتير هو من الفنون الجميلة اللي أو قلنا نقول الفنون التطبيقية اللي دائماً يعني يمارسها كثير من الفنانين والنقاد وأيضاً كذلك الموهوبين. طبعاً الكاريكاتير من يعني أعتقد أنا يعني الكاريكاتير هو موهبة يتبناها الرسام الكاريكاتير والفنان. نلاحظ دائماً أن يعني دائماً هو ميول ككل فنان، انه هو شنو اللي يحب انه يكون ميوله، اما يكون نقد او انه يكون فقط للرسم. لاحظ بعض الاحيان مجموعه كبيره من الفنانين فقط يرسمون الكاريكاتير للرسم، يعني مثل هناك يعني مجال لفن الكاريكاتير اللي هو الفنون الكوميكس والمانجا وغيرها، تكون فقط للنواحي الاجتماعيه وغيرها. في نوع ثاني اللي هو نوع الكاريكاتير السياسي، هو دائما يميل للفن النقد والنقد السياسي او يكون النقد الرياضي او النقد الاجتماعي وغيره. فهناك يعني اكثر من مجال على حسب الفنان هو اللي يختار. استاذ محمد، هل يرسم رسام الكاريكاتير كل ما يحسه او كل ما يتطلبه الواقع؟ طبعا هو الكاريكاتير هو يعني خلينا دائما نسميه هو الطفل الشقي في الصحافه، وهو دائما يعني يميل الى النقد اكثر شيء، ويميل الى الشارع اكثر شيء، انه يرسم عن الامور المجتمعيه والحياتيه اكثر شيء. فانا اعتقد ان فن الكاريكاتير يعني سهل ممتنع، دائما له تعبير عن الراي، له سهوله يعني في يعني طرح كثير من القضايا. فأنا أعتقد أن يعني الكاريكاتير له واقع معين في الحياة. أستاذ محمد، التطور الإلكتروني والصحافة الإلكترونية هل أضافت لفن الكاريكاتير أم أنها أفقدت الرونق والبريق وخصوصية وهوية الرسام؟ طبعا الكاريكاتير الالكتروني او قلنا نسميه الكاريكاتير التكنولوجي هو او الرقمي، هو دائما نوع من التطور الموجود في الصحافه في فن الكاريكاتير ككل. كان في السابق الكاريكاتيرات ترسم في الورقه والقلم، لكن الان انتقل الى فن الكاريكاتير، الى الكاريكاتير خلينا نقول الرقمي، وهذا نوع من التطور الموجود في فن الكاريكاتير. اكثر اغلب رسامي الكاريكاتير يرسمون هذا الفن، وهو نوع من التكنولوجيا والحداثة في فن الكاريكاتير. أنا أعتقد هذا هو المستقبل لفن الكاريكاتير، لكن إحنا يعني كرسامين كاريكاتير ما نظلم حق الفنانين القدامى اللي يرسموا بالورقة والقلم وغيره، هذا لهم مجال خاص ولهم أسلوب خاص فيهم. حاليا الفن الحديث لفن الكاريكاتير
أنا أشوف المستقبل هو الكاريكاتير الرقمي. الآن تطور فن الكاريكاتير، في السابق يعني الآن وصل إلى الكاريكاتير الرقمي، أعتقد أنا في المستقبل راح يصير الكاريكاتير الانيميشن، انه مجموعه من الرسومات ترسم بالرسومات الانيميشن والرسوم المتحركه. استاذ محمد، هل يلعب فن الكاريكاتير اليوم دوره في مجتمعنا في الكويت، ولا هو بس مجرد وسيله ترفيه؟ طبعا الكاريكاتير مؤثر، هو الاصل هو ناقد وموجه يعني لابراز كثير من القضايا. فدائما الكاريكاتير انا اشوفه انه هو المؤثر اكثر من انه هو يكون فقط يعني للتسليه والمرح. فدائما يهتمون في صناع القرار والنخبه في المجتمع انهم يهتمون بهذا الفن اكثر من الفنون الاخرى. نلاحظ ان الكاريكاتير مؤثر، يعني نلاحظ ان في رسومات اثرت خاصه بين الدول، اثرت في المجتمع وغيره. لكن لو يعني الفنون الاخرى مثل الفنون التشكيليه احد رسم لوحه وغيره ما يكون لها تاثير، لكن الكاريكاتير يختلف اختلاف كلي، انه مؤثر، له اهتمام من النخبه في المجتمع يتابعون الكاريكاتير، اما يكون في جريدة أو يكون في السوشيال ميديا. شنو هي أساليب المبالغة في فن الكاريكاتير وتقنياته المختلفة أستاذ محمد؟ طبعا أساليب المبالغة الكاريكاتير يختلف عن الفنون الأخرى. الكاريكاتير طبعا هناك يعني إما أن مبالغة من ناحية خلنا نقول الكاريكاتير نفس الرسمة، فيكون مبالغة بالخشم طويل، بالحركة أنها تكون سريعة حيل، هذا نوع من المبالغة في الفن. في نوع آخر من المبالغة اللي هي الفكرة اللي يعني تكون مبالغة بالرسمة، أنه يكون يعني تأثيرها أكثر، رمزية أكثر. هذا يعني يتميز فيه فن الكاريكاتير عن الفنون الأخرى، أن لنا يعني قابلية أننا نبالغ في الفكرة، نوصل الفكرة بدون أي إسفاف أو أي شيء معين من هذا القبيل، ومتقبلة يعني من المتلقي. صحيح. نعم. شكرا لك استاذ محمد، سعيدين بوجودك معنا اليوم في برنامجنا. اما الحين عبير بقول لك التفاؤل شعور ايجابي، فلازم نحسن الظن بالله اولا ونعيش بتفاؤل وامل، لان هذا الشعور هو يقودنا الى الانجاز والابداع. راح نلتقيكم بعون الله الاسبوع القادم بفقرات جديده وموضوعات اجتماعيه متنوعه. نقول لكم نهايه اسبوع سعيده ومع السلامه. يقول إلي أبو ماضي في قصيدة فلسفة الحياة: والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. مع السلامة وعلى الحب والمحبة، ألتقيكم الأسبوع القادم، مع السلامة.